من بحيرة شيبان مع آرارات السياحة وعلى الهواء مباشرة. هاي كيف الجو؟ جميل خرافي، رحلة بتجنن إن شاء الله. طبعاً عدنا أن ننقل جولاتنا على الهواء مباشرة مع الجروبات وخصوصاً أيام زيارتنا بحيرة شيبان. كما قلنا لكم سبق وأن قدمنا تقارير مفصلة عن بحيرة شيبان، يمكنكم أن تتابعونها من خلال قناتنا آرارات للسياحة على اليوتيوب. جو خريفي، بداية الخريف، درجة الحرارة تقريبا 20-21 درجة مئوية الآن في بحيرة شيبان. بحيرة شيبان تعتبر من أكبر بحيرات جمهورية أرمينيا، وتقع على ارتفاع 1800 إلى 1900 متر فوق مستوى سطح البحر. لا يمكن لأحد أن يزور أرمينيا من دون زيارة لؤلؤة أرمينيا الزرقاء، أو كذلك يسمونها عروسة أرمينيا. مساحة البحيرة 1420 كيلومتر مربع تقريبا، أعمق نقطة فيه 85 متر. تعتبر بحيرة شيبان من بحيرات المياه العذبة، تصب في البحيرة 28 رافد ينبعون من الجبال المحيطة بالبحيرة كما تشاهدون، ويخرج نهر واحد فقط، نهر رازان، ويتوجه جنوبا دخولا في أراضي العاصمة. وفي العاصمة تتشكل من نهر رازان بحيرة صغيرة تدعى بحيرة يريبان. البحيرة الموجودة في يريبان أيضا تستخدم كناظم للسيطرة على مستوى البحيرة الموجودة في شيبان. يخرج النهر من بحيرة يريبان، يستمر بالجريان جنوبا لإرواء الأراضي الزراعية. أي سائح يمكن أن يستمتع بهذه الجولة فيما لو زار بحيرة شيبان. هذا يخت موجود طول فترة الصيف وشهر الخريف، طبعا بالشتاء يتوقف لان الجو هنا يكون بارد جدا. فقط حبيت اذكركم بانه في فصل الشتاء درجة البرودة في هذه المناطق تتجاوز 25 درجة تحت الصفر، 25-30 بشي طبيعي يعني هذا البرودة. زرناه في شهر آب من عام 2017، البحيرة كانت متجمدة بالكامل. هذه البحيرة اللي تشوفوها أمامكم، هاي المساحة الشاسعة كانت متجمدة، وصورناه ونزلنا أيضا بتقرير على صفحتنا في اليوتيوب، يمكنكم أن تشاهدونها.
عموما بحيرة سيفان الانجماد يكون فيه في الشهر فبراير شباب. أصدقائنا اللي يحبون يشوفون هذه الظاهرة، ظاهرة انجماد بحيرة سيفان، يمكنهم الاتصال بنا ويبقون على اتصال، لأن دائما كل سنتين ثلاث سنوات مرة أو مرات سنة على سنة حسب برودة الجو البحيرة تجمد. فإذا يحب يشوف الظاهرة يقدر يتأكد من عندنا، إحنا دائما جولات بهالمناطق نقدر نأكد لهم. الكثير يسألون عن موسم الثلوج. موسم الثلوج لحد الآن ما بدأ في أرمينيا، وعموما أصدقائنا السواح العرب هم الذين يفضلون زيارة أرمينيا في فصل الشتاء لحضور تساقط الثلوج. موسم الثلوج عموما تبدأ، ما تبدأ قبل شهر نوفمبر، شهر 11، علما أنه العام أتذكر في الشهر العاشر 15-16-10 نحن فوق جبال أراكادز وكان هناك تساقط خفيف للثلوج. أيضا سنخبر أصدقائنا من خلال تقاريرنا عن حالة الطقس ليتسنى لكم معرفة الطقس في أرمينيا وتقرروا موعد زيارتكم لمشاهدة الثلوج. الجولة بهذه اليخت الصغير تستغرق من 20-30 دقيقة، جولة لطيفة. ننصح اخواننا اللي يزوروا بحيرة سيفان ان يستمتعوا بها، واجرها تقريبا دولارين للشخص، 1000 درهم ارمني ما يعادل دولارين او دولارين وعشرين سنت، يعني ليس بالشيء التمين، ممكن اي واحد يستمتع بهالجولة. جولتنا باليخت انتهت، سنتوقف عن النقل المباشر. نأمل أن استمتعتم بهذه الجولة، أو الأصح استمتعتم بمتابعة هذه الجولة. كنتم مع أبو ماسيس من أرارات للسياحة. إلى اللقاء.